وعودة إلى خبر العقوبات على 29 مخالفة لنظام الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله بلخيل. دكتور عبد الله، أهلا بك على الإخبارية. أود أولا إذا سمحت، هل لديكم حملة إعلامية لتوعية العاملين بهذا المجال عن المخالفات وغيرها؟ ثم هل بالإمكان أيضا شرح المخالفات وكيفية القبض عليها؟ بالنسبة للحملة، هي الوزارة مستمرة في هذه الحملات عن طريق الإرشاد البيطري في الوزارة، وهو قسم مختص بإرشاد كل من لهم اتصال بالثروة الحيوانية بطرق الممارسة الصحيحة، سواء من الجانب الطبي أو في جانب النقل والعناية والرفق بالحيوان. الوزارة مسند إليها تطبيق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي ساعية في هذا النظام يعني منذ اعتماده. هل بالإمكان أيضا شرح المخالفات، طبيعة هذه المخالفات وكيف تم القبض عليها؟ نعم، هذه المخالفات تنوعت ما بين عقوبات بشأن الرفق بالحيوان، يعني ضبط بعض المسيئين للحيوانات، إضافة إلى ذلك بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق بدون الحصول على الشهادة الصحية، وعدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، إضافة إلى عدم وجود تراخيص أو عدم تجديدها. هذه المخالفات توزعت في تبوك والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والرياض وعسير وجازان. ما هي مثلا بعض هذه المنتجات الحيوانية الغير آمنة؟ نحن نتكلم عن ما يتعلق بعمل الوزارة، وهو غالبا تكون في مشروعات الدواجن، وأيضا نتكلم أيضا عن الإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها، وهذا غالبا يكون في محلات بيع الحيوانات الأليفة أو في دائما على الطرق أثناء نقل الحيوانات بطريقة مسيئة. وماذا أيضا عن المواصفات والمقاييس السعودية على هذه المنتجات الحيوانية؟ الوزارة أيضا تطبق هذه من خلال نظام من خلال الأنظمة الموجودة لدى الوزارة بمتابعة المنشآت الزراعية ذات الارتباط بالثروة الحيوانية والجولات التفتيشية، ومن يخالف هذه الأنظمة يطبق بحق النظام. نحن نسعى من خلال هذه المخالفات وتطبيق هذه الأنظمة إلى الحفاظ على جانبين أساسيين: الأول ضمان وجود غذاء آمن للمواطنين، الأمر الثاني منع انتشار الأوبئة. ولو لاحظت أن جزء من هذه العقوبات هي كانت نقل الحيوانات بين المناطق بدون الحصول على الشهادة الصحية. نقل الحيوانات بدون الحصول على الشهادة الصحية يعني أنه لو كان هناك اندلاع مرضية، فقد يعني انتقال المرض من منطقة مصابة إلى منطقة غير مصابة. فالوزارة تطبق هذه العقوبات لمنع نقل هذه الحيوانات. نعم، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله بلخيل، شكرا لك.